تدور معارك شرسة في مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا غداة اقتحامه من قبل قوات النظام السوري، حيث قامت هيئة تحرير الشام بشن هجوم مضاد أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري، كما تشهد إدلب معارك بين الفصائل المسلحة. وفي المقابل قالت موسكو إن الطائرات دون طيار التي هاجمت قاعدة حميميم انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب. يأتي ذلك بعد أن حملت أنقرة، طهران وموسكو مسؤوليتهما إزاء هجمات النظام السوري على إدلب. يأتي ذلك بعد اتهام موسكو لواشنطن بهذا القصف على حميميم وطرطوس. أين هو الانتقام الروسي؟ يسأل المتسائل. فبعد قصف لطائرات دون طيار شن على قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، ها هي صناعتها تلصق اتهامات صوب واشنطن. الهجوم أسفر عن مقتل جنديين روسيين وإصابة 7 آخرين جراء قذائف الهاون، أما الصواريخ فقد جرى التصدي لها وإسقاط الطائرات بدون طيار واحتجاز 3 منها. صدام روسي أمريكي على أرض سورية تتصاعد حدته بعد الهجوم المفاجئ، لتتنبأ بعدة خيارات روسية للانتقام الذي تعالت أصوات سورية روسية تفيد عن انطلاقه من إدلب. إدلب التي يتقدم فيها الجيش السوري والذي وصل إلى مطار أبو الظهور العسكري، تقوم وحدات فيها باستعادة السيطرة على عدة نقاط متقدمة في محيط بلدة الإخوين في ريف إدلب الجنوبي، بعد شنها لهجوم معاكس على مواقع هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني. كما قالت مصادر سورية بأن فيلق الشام الذي يقاتل في إدلب يستخدم مصفحات تركية. قد بدأت الملحمة ودحر الخنازير الذين تمادوا بإذن الله تعالى، ما هي إلا دقائق قلة وسترون ما يسركم ويغيظ أعدائنا بإذن الله تعالى. وعلى الصوت الفرنسي المنتقد بقلق بالغ إزاء هجوم الحكومة السورية في إدلب، لا تزال تحت سيطرة المعارضة التي دعت إلى احترام الالتزامات بعدم تصعيد الأعمال القتالية هناك، ترد سوريا إنها تستهدف جماعات إرهابية ليست ضمن أطراف اتفاق يقضي بالحد من القتال في المنطقة. محافظة بمعارك شرسة لا تدل على اتفاق خفض توترها التي تم التوصل إليها في محادثات أستانا برعاية روسية إيرانية، حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. أنقرة لا تخفي استياءها حتى استدعاء سفراء طهران وموسكو، حاثة إيران وروسيا على التدخل لوقف ما بدأ من معارك ضارية محاذية لحدودها.